اندلع حريق في بناية مسرح الرشيد وسط بغداد اليوم الثلاثاء، حيث شوهدت سحب الدخان من أماكن عديدة في العاصمة. وأفاد منظر بأن حريقا اندلع في بناية مسرح الرشيد بعد أيام قليلة من إعادة افتتاحه. وأضاف أن الحريق اندلع في أعلى بناية المسرح، والذي أعادت وزارة الثقافة تأهيله بعد مرور سنوات على إغلاقه، فيما أشار المصدر إلى أن الحريق لم يتسبب بخسائر بشرية، لافتا أن الحريق أحدث أضرارا مادية فقط في المبنى.